عناوين الأخبار. تراجع ملحوظ لبناء البنايات العقارية في الفترة الأخيرة. تفاقم الإشكاليات العمرانية في أريانا. تمتيع أعوان الضمان الاجتماعي بمساكن بإجراءات استثنائية. تنفيذ قرار هدم لثلاثة أكشاك بنيت فوضوياً في تالا. منتدى عمار السنوي للتطوير العقاري بتونس. الأورو الواحد يتجاوز 3.3 دينار لأول مرة في التاريخ. تونس تحتل المركز 87 في تقرير منتدى دافوس للتنافسية العالمية. إمضاء مذكرة تفاهم في المجال السياحي بين تونس والجزائر. قسنطينة تحتضن الصالون الدولي للبناء من 21 إلى 25 أكتوبر 2018. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. تفاصيل الأخبار. تراجع ملحوظ لبناء البنايات العقارية في الفترة الأخيرة. قال رئيس الغرفة النقابية للباحثين العقاريين فهمي شعبان في حوار إذاعي أن بناء العقارات في تونس خلال السنوات الفارطة كان يصل إلى حدود 8000 مسكن سنوياً، في حين أنه خلال سنة 2018 تراجعت نسبة البناء بصفة هامة لعدة عوامل، حيث تم تسجيل عمليات بناء بنسبة قليلة جداً، موضحاً أن هذه القلة تتعلق بمن لديهم التزامات مع البنوك. تفاقم الإشكاليات العمرانية في أريانا. أطلق رئيس بلدية رواد بأريانا عدنان بوعصيدة صيحة فزع على خلفية تفاقم الإشكاليات العمرانية ذات الصلة بالبناء الفوضوي وتلك المرتبطة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل غياب الاستثمار والتنمية وعجز ميزانية البلدية على مواجهة ما أسماه بالزحف العمراني وانخرام التوازن بين مختلف المؤشرات التنموية. واعتبر بوعصيدة أن مدينة رواد التي يقطنها أكثر من 150 ألف ساكن في حاجة ماسة إلى عناية استثنائية، سواء من المجلس البلدي أو المواطنين وأيضا من الحكومة، لتطوير نمط الحياة اليومية الذي وصفه بالنمط البدائي بوجود إشكاليات النقل والبناء الفوضوي الذي يمثل نسبة 80% من مجموع البناءات بالمنطقة. تمتيع أعوان الضمان الاجتماعي بمساكن بإجراءات استثنائية. انعقدت جلسة يوم الأربعاء بين ممثلين على الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وتم خلالها إبرام اتفاقية بين الطرفين لتيسير حصول أعوان الضمان الاجتماعي على مساكن، وذلك في إطار سعي الاتحاد إلى تحسين الظروف الاجتماعية للأعوان. تنفيذ قرار هدم لثلاثة أكشاك بنيت فوضوياً في تالا. نفذت بلدية تالا من ولاية القصرين قرارات هدم لثلاثة أكشاك فوضوية بالمدينة بصفة رضائية مع أصحابها، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاعتداء على أملاك الدولة وحفاظا على جمالية المدن، بحسب رئيس بلدية تالا عبد المجيد حيوني. وقد ذكر حيوني في تصريح إعلامي أنه سيتم تعويض أصحاب الأكشاك التي تم هدمها بأكشاك أخرى في السوق البلدي بتالا، والذي سيفتح أبوابه قريبا بعد استكمال أشغال تهيئته، وذلك نظرا لوضعيتهم الاجتماعية الصعبة وفق تعبيره. منتدى عمار السنوي للتطوير العقاري بتونس. احتضنت تونس أعمال منتدى عمار السنوي للتطوير العقاري الليبي برعاية صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومجموعة HB، وشهد المنتدى مشاركة واسعة من رجال الأعمال وممثلين عن المؤسسات الحكومية الليبية ذات العلاقة بالقطاع العقاري لمناقشة سبل استكمال تنفيذ مشاريع الإسكان المتوقفة وإمكانية تطوير القطاع العقاري في ليبيا. كما أقيم على هامش المنتدى معرض شاركت فيه العديد من الشركات العقارية قدرت ب 400 مشارك وممثلين عن 100 مؤسسة. الأورو الواحد يتجاوز 3.3 دينار لأول مرة في التاريخ. تواصل خلال الفترة الماضية تراجع سعر الدينار أمام العملات الأجنبية، وقد تجاوز الأورو الواحد يوم الاثنين 15 أكتوبر 2018 3.31 دينار تونسي،
بحسب موقع XE المتخصص في سعر صرف العملات في العالم، حيث خسر خلال أسبوع واحد 2.5% من قيمته، كما بيع الدولار الواحد ب 2.85 دينار. تونس تحتل المركز 87 في تقرير منتدى دافوس للتنافسية العالمية. احتلت تونس ضمن تقرير منتدى دافوس للتنافسية العالمية 2018 المرتبة 87 من جملة 137 دولة، وكانت تونس احتلت سنة 2017 المرتبة 95 وتراجعت بثمانية مراكز في غضون سبع سنوات. إمضاء مذكرة تفاهم في المجال السياحي بين تونس والجزائر. أمضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية سلمى اللومي رقيق مع نظيرها الجزائري عبد القادر بن مسعود خلال زيارة عمل توديها لجمهورية الجزائر، أمضت مذكرة تفاهم بين البلدين تنص على مزيد دعم الشراكة وتبادل الخبرات في عدة مجالات أبرزها الخدمات والتنشيط السياحي، التكوين السياحي، الترويج والتهيئة السياحية. وتتنزل زيارة وزيرة السياحة التونسية للجزائر في إطار الإشراف على أشغال الدورة الرابعة للجنة القطاعية المشتركة الجزائرية التونسية. قسنطينة تحتضن الصالون الدولي للبناء من 21 إلى 25 أكتوبر 2018. كشف محافظ الصالون الدولي الأول للبناء والأشغال العمومية للشرق الجزائري عن مشاركة أكثر من 60 مؤسسة ناشطة في مجال البناء، وسيعرف هذا الصالون الذي يحتضنه قصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة من 21 إلى 25 من أكتوبر الجاري مشاركة نوعية للشركات المشتغلة في مجال البناء حسب محافظ الصالون، الذي أكد أن هذه المناسبة ستشكل فرصة للتبادل بين الفاعلين في المجال وكذلك لاكتشاف فرص الاستثمار في هذه المنطقة الواسعة من الوطن والتي تشهد حركية كبيرة في تطوير هذا الميدان الاستثماري الحيوي. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. دمتم في أمان الله.